هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. أهلا بكم إذن من جديد وزميلتي حفيظة البشاري في آخر جلسات الأسبوع ونهاية الأسبوع. اليوم الخميس، الأسواق الخليجية كانت معظمها باللون الأحمر، يبدو أن النفط يضغط من الدرجة الأولى، تباين الأسواق العالمية، عدم استكمال نتائج الشركات، كلها عوامل تضافرت مع بعضها البعض لكن النتيجة كانت حمراء. أهلا بك طيب، وأيضا أهلا بمشاهدينا الكرام. إذن نبدأ برنامج مسار السوق بجولة حول أبرز العناوين. أسواق الخليج تنهي الأسبوع بالمنطقة الحمراء. مؤشر دبي المالي يحصد 1.5% خلال 5 جلسات، والقطري يفشل في الحفاظ على مستويات 11,000 نقطة وينهي التداولات على مكاسب أسبوعية ب 2.5%. فيتش تشيد بمتانة المركز المالي للكويت وتؤكد أن إصلاحات الدعم ستواجه صعوبة في التنفيذ وسط توقعات بارتفاع الإنفاق العام 3.5% خلال العام 2017. وفي قطاع الطاقة الإماراتي، أرباح دان غاز تستقر عند 7 ملايين دولار خلال الربع الثاني، وطاقة تكشف عن نيتها العودة إلى سوق الدين بهدف إعادة تمويل ديون مستحقة عليها. إذن كما لاحظنا اليوم الأسواق لعلها في معظمها في المنطقة الحمراء، لكن دعونا نتتبع مساراتها مع الزميلة حفيظ البشاري عبر هذا العرض. أداء هادئ إذن مشاهدينا مع نهاية هذا الأسبوع للأسواق الخليجية، طبعا بعد جلسات متوالية من الارتفاعات لاحظناها خاصة بالنسبة لأسواق القطر وأيضا الإمارات خلال هذا الأسبوع. نهاية الأسبوع لاحظنا نوع من الهدوء، عودة إلى بعض التراجعات الطفيفة. نلقي نظرة أولا على المؤشرات الثلاث للسوق الكويت. الاستثمار اليوم كان في القياديات وخاصة بنك وطني، وارتفع مؤشر القياديات بحوالي 20 النقطة المئوية، لكن السعر عموما تراجع بقرابة 20 النقطة المئوية، وأيضا مؤشر الوزني ارتفع بقرابة 20 النقطة المئوية لكن السيولة كانت ضعيفة. ماذا عن مؤشرات الإمارات؟ تراجعنا بحوالي بالنسبة لسوق دبي بحوالي 20 النقطة المئوية، ومؤشر سوق أبو ظبي المالي أيضا تراجع بقرابة 20 النقطة المئوية عند 4527 نقطة. أداء بورصة قطر كان إيجابي خلال تداولة هذا الأسبوع، لكن اليوم نتراجع ب3 أعشار، 10,955 كنا عند مستوى 11,000، لم نصل ونتداول فوق هذا المستوى في تداولة هذا اليوم، لكن على العموم تراجعات ب41 نقطة. سوق مسقط بدعم من القطاع المصرفي اليوم ارتفع بأقل من 10 النقطة المئوية مع نهاية الجلسة. قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن موازنة الكويت التي ستنتهي في مارس أذار المقبل تشير إلى تأخر ضبط الأوضاع المالية العامة بالدولة مقارنة بدول أخرى في المنطقة. نتابع المزيد في هذا التقرير. دول الخليج والإصلاح الاقتصادي، مسلسل أصبحنا نشاهد حلقاته في كل يوم بانطباع إيجابي أحيانا وسلبي أحيانا أخرى. فما إن تكشف دول عن إصلاحات مزمعة لها، حتى نشاهد عدة تعليقات من مؤسسات محلية وعالمية حول مدى جدوى هذه الإصلاحات. الكويت كانت آخر حلقات هذا المسلسل بعد أن أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن موازنة الكويت التي ستنتهي خلال مارس القادم توحي بتأخر ضبط أوضاعها المالية مقارنة بدول أخرى حاصلة على تصنيفات ائتمانية مماثلة، إذ بلغت نسبة التعديل في الناتج المحلي غير النفطي للكويت على مدى عامين بحسب فيتش إلى نحو 18%، فيما بلغت في أبو ظبي نحو 28% وفي السعودية 24%. فيتش أكدت رغم التحذير أن ميزانية الكويت، وعلى الرغم من السلبيات التي تشوبها، إلا أنها تشير إلى حاجة أقل لضبط أوضاعها المالية مما هي عليه في الدول الخليجية الأخرى، مدعومة بقوة مركزها المالي الذي تتمتع به، بالإضافة إلى مؤشر الدين إلى الناتج المحلي والذي يعد في مستويات متدنية،
قد يكون الوضع الاقتصادي للكويت يعاني من بعض مواطن الضعف، إلا أن هذا الضعف قد يكون مرده إلى عدم اكتمال خطط الإصلاح الاقتصادي التي ربما لو كتب لها النجاح أن تغير وجه الاقتصاد الكويتي. وفي نتائج الشركات القطرية مشاهدينا، تراجعت أرباح شركة دوحة للتأمين بنسبة 55% إلى حوالي 22 مليون ريال قطري بنهاية النصف الأول من هذا العام، وبفعل انخفاض إجمالي أقساط التأمين وأيضا تراجع قيمة المحفظة الاستثمارية أكثر للشركة أكثر من 26 مليون ريال. لنتابع. الدوحة للتأمين شركة مساهمة عامة تنشط في مجال التأمين وإعادة التأمين باستثناء التأمين على الحياة. تأسست بموجب مرسوم أمري في العام 99 من القرن الماضي، وبدأ التداول على أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية مع انطلاق نشاطها التأميني في العام 99 من القرن الماضي برأس مال قدره 127 مليون ريال، ليتضاعف رأس المال إلى 500 مليون ريال في نيسان أبريل من العام 2014 بعد إصدار الشركة ل 24 مليون و 260 ألف سهم جديد، وذلك استجابة لتوسعات الشركة ومتطلبات مصرف قطر المركزي، والذي ستبعه زيادة كبيرة في الاحتياطي القانوني نهز 340 مليون ريال. تراجعت أرباح الدوحة للتأمين بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة فاقت 55% إلى نحو 22 مليون ريال، وذلك نتيجة انخفاض أقساط التأمين إلى 280 مليون ريال، وانخفاض قيمة استثمارات مالية بأكثر من 26 مليون ريال، ما أدى إلى تراجع العائد على سهم الشركة إلى 42 درهما، في حين بقيت موجودات الشركة عند 1,560 مليون ريال، والمطلوبات عند 517 مليون ريال، مع استقرار حقوق المساهمين عند 1,048 مليون ريال قطري. وشركة أخرى في قطاع التأمين القطري تتراجع أرباحها، الإسلامية القطرية للتأمين تراجعت أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 18.9% على أساس سنوي لتصل إلى 13.5 مليون ريال قطري. كما تراجعت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الحالي بنحو 29% على أساس سنوي لتصل إلى 36 مليون ريال. ومشاهدينا، للحديث أكثر عن تداولات هذا اليوم في السوق القطري وأيضا عن نتائج الشركة، ينضم إلينا مباشرة من الدوحة سيد أحمد ماهر المحلل المالي في شركة نماء للاستشارات الاقتصادية. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك. إذا نبدأ أولا بنتائج الشركات التي لا زالت تتواصل في السوق القطري. تقريبا لدينا يمكن شركة واحدة فقط لم تعلن في السوق القطري اليوم، قطاع التأمين، شركة الرعاية الطبية أيضا أعلنوا عن البيانات المالية، هناك تراجع في الأرباح. أيضا شركة دلالة أعلنت عن بياناتها المالية، لكن دلالة كان أداء شركة إيجابي، ارتفاع الأرباح 108% خلال النصف الأول من هذا العام، لكن السهم لم يتفاعل إيجابا اليوم. على العموم، هذه الشركات التي أعلنت عن البيانات، هل كانت متوقعة وهل رأينا أي تحرك للمستثمر وتوجهات المستثمر مقارنة مع هذه النتائج؟ قطاع التأمين الإعلانات بتاعته معظمها الشركات باستثناء قطر للتأمين كان جاء على تراجع. طبعا معظم التراجع دوت آتي من الاستثمارات المتاحة للتداول في الشركات من المحافظ الاستثمارية بتاعتهم. طبعا احنا خلال الربع الأول والربع الثاني البورصة يعني لحد ما كانت الارتفاع اللي هو الأخير دوت لم يكن مصاحب للنتائج المالية. النتائج الارتفاع ابتدى مع شهر 7 والنتائج المالية تم إغلاقها في خلال 30/6، فبالتالي الارتفاع دوت لم يحدث اثناء البيانات الماليه. فبالتالي يعني حتى على سبيل المثال الاسلاميه للتامين معظم التراجع بتاعها جاي من الاستثمارات بتاعتها المتاحه للتداول. الرعايه على سبيل المثال، الرعايه عندها انخفاض حاد في الايرادات بتاعتها. طبعا دوت الرعايه كانت من ضمن اوائل الشركات المستفاده من نظام صحه اللي كان مطبق من قبل، والحين مع ايقاف النظام لحين التقنين فيه والبت فيه من جديد مره اخرى، فبالتالي ارباحها متراجعه لتاني ربع خلال هذا العام. ففي بعض الشركات النشاط بتاعهم مرتبط ارتباط كلي ببعض القوانين داخل الدوله،
وبعض الشركات الأخرى مرتبطة بطبيعة الاستثمارات بتاعتها. هل معظم الإيراد بيأتي من الاستثمارات والكور بيزنس الرئيسي؟ يعني شركات التأمين عندها لديها استثمارات في البورصة ولديها الكور بيزنس بتاعها الرئيسي التأمين، فشركات التأمين عندهم تراجع في الاستثمارات المالية، فبالتالي أدت لهذه النتائج اللي احنا شاهدناها الآن. على خلاف الرعاية، النشاط الرئيسي بتاعها تضرر كثيرا من إيقاف نظام الصحة الآن، فعشان كده الإيرادات جاءت منخفضة. هذا الانخفاض والتراجع الحاد اللي احنا شاهدناه خلال الإعلان هذا اليوم. نعم، دعنا إذا ده نقطة تفضل. نعم، يمكن أن تكمل المعلومة إذا كان فيها، حتى أسألك سؤال آخر سيد أحمد. نعم، إذا دعنا سيد أحمد، عفوا، نعم دعنا ننتقل إلى سؤال آخر فيما يتعلق، ونحن في نهاية الأسبوع آخر جلسات التداول، دعنا نقيم الأداء الفني للمؤشر القطري خلال هذا الأسبوع. أنت ترى أنه فشل في أن يستقر، هو لامس 11,000 نقطة لكن فشل في الاستقرار في هذه النقطة أو تجاوزها، هل قوة الدفع للمؤشر لا تمكنه من ذلك؟ ما هي الأسباب؟ المؤشر البورصة القطرية، احنا تقريبا الفترة ديت معظم العامل الرئيسي المؤثر على أداء البورصة القطرية بالأخص، حتى احنا هنشهد ان هو البورصة القطرية بتغرد خارج الأسواق العربية. في الجلسات السابقة كان احنا بنرتفع في حين ان بعض الأسواق كان في عملات جنيه أرباح. احنا عندنا في محفز هام دلوقتي هو اللي موجود في البورصة، وهو الفوتسي، مؤشر بورصي فوتسي وتركية البورصة القطرية ليه، فدوت عامل تحفيز موجود في السوق. شهدنا في تدفق للسيولة من جانب المحافظ والمؤسسات الأجنبية في داخل السوق القطرية، كان بيقابلها طبعا عملية بيع من جانب الأفراد القطريين والمؤسسات المحلية في بعض الأوقات، ولكن هذا الارتفاع جاء ارتفاع صراحة سريع. يعني احنا شاهدنا ان المؤشر البورصة القطرية تقريبا من 10,600 اللي ما يقارب زي ما حضرتك تفضلت ال 11,000، لم يكن هناك أي جلسة التقاط أنفاس، لم يكن هناك أي عمليات جني أرباح، المؤشر تجاوز كل مناطق المقاومة التي على الأقل كان يجب احترامها ليكون هناك هذه أسس لما بعد في عملية الانطلاق واستمرارها. المؤشر تجاوز كل هذه الأمور، فبالتالي احنا نشهد عمليات جني أرباح الحين على مقربة ال 11,000 دوت أمر طبيعي جدا لما حدث من قبل. يعني مؤشر البورصة القطرية بالضبط من 10,600 لم يكن هناك أي عمليات جني أرباح، وشاهدنا في بعض الجلسات خلال هذا الأسبوع كان جلسات تداول قربت تجاوزت ال 500 مليون سيولة، فبالتالي في حالة من حالات التفاؤل، في حالة من حالات ضخ سيولة على أسهم بعينها، معظم الأسهم القيادية في المؤشر، فعشان كده دي سرعت حتى من وتيرة الارتفاع للسوق، لأن معظمها أسهم مرتبطة في مؤشر البورصة القطرية وذات أداء وزن نسبي عالي في المؤشر، فبالتالي أثرت فيه. على سبيل المثال بنك قطر الوطني، سهم صناعات، سهم إزدان، سهم بنك الريان، كل هذه الأسهم ساعدت أن المؤشر يتجاوز كل هذه المناطق المقاومة التي كان يجب احترامها، على الأقل أن هو يلتقط الأنفاس ثم عود مرة أخرى لعملية ارتفاع تكون عملية ارتفاع صحيحة. فإن احنا نشهد عمليات جني أرباح دلوقتي أمر طبيعي جدا، بالأخص إن خلاص إن الأمور ابتدت لحد ما المقربة على الترقية، يعني المفروض إن هي في شهر 9، فاحنا منتظرين صراحة برضو ان البورصة خلال الفترة ديت انها تنوع عن الامر، لان احنا خلال الفترة السابقة الارتفاعات كلها يعني لم يكن لدى الافراد اي مبرر لهذا الارتفاع. دايما اللي بيتابع الاخبار العالمية ديت وبيتابع الامور دي المؤسسات المالية الكبيرة اللي عندهم المقدرة ان هو يتتبع بمنصات اخرى زي او ياخذ المعلومة من اماكن اخرى زي بلومبرج رويترز، لكن معظم المستثمرين اللي هم العاديين ما بيبقاش عندهم المقدرة دي، فبيبقى المرجعية بتاعتهم للبورصة، ان هو المرجعية بتاعتهم ان هو يقدر يحصل على المعلومة الصحيحة. فاحنا يعني حتى الان البورصة لم تعلن عن اي شيء ان في اوريدي دخول او ترقية للمؤشر او ان في اي شيء. نحن يعني المفروض البورصة لديها هيكل كامل اللي هو مسؤول عن الاعلام والكلام ده كله، المفروض البورصة تعلن، لان هي كانت المصدر الخبر الاساسي في 2015، هي اللي اعلنت ان سوف يتم ترقية البورصة القطرية على مرحلتين، وتقريبا حجم الكاش المتوقع اللي هو 1,100,000,000، فبالتالي يعني نحن نامل ان هي برضو الان ان هي على الاقل تنشر يعني او بعض المستجدات او توضح للمستثمرين ماذا يحدث وماذا ما هو فوتسي وما آلية عمله هذه. صحيح،
نعم سيد ماهر، كما ذكرت ربما الأداء الإيجابي الذي كان على المؤشر على امتداد هذا الأسبوع ارتفعنا بأكثر من 2.5%، 274 نقطة أضافها المؤشر على أدائه الأسبوعي. ذكرت ربما التوجه أيضا إلى الفوتسي البريطاني وإدخال عدد من الأسهم في هذا المؤشر، لكن أيضا لدينا مراجعة دورية بالنسبة للإم إس آي، ونحن نعلم أن الأجانب لهم دورهم المهم في البورصة القطرية في تحريك السيولة، توجهات السوق وغيرها. ما المتوقع ربما لهذه العملية، وأيضا كيف ممكن أن نرى توجه المستثمر ابتداء من الأسبوع المقبل في ظل هذه المراجعة الدورية للإم إس آي؟ طبعا معظم المستثمرين خلال الجلسات القادمه هيراقبوا حاجتين رئيسيين، ان هو النقاط الدعم والمقاومه للمؤشر، هل المؤشر سوف يصمد في هذه المنطقه ويتجاوز منطقه ال 11000، ولازم ان يكون التجاوز لمنطقه ال 11000 دوت مصحوب بسيوله عشان تؤكد على الاستمراريه، وان احنا يكون الاستمرار الاتجاه الصاعد، ولازم ان يكون الميكر اللي موجود في السوق اللي هو المحافظ والمؤسسات الاجنبيه. احنا تقريبا خلال الجلستين اللي هم الخميس والاربع كان التداول بتاعهم ضعيف جدا من حيث السيوله، ودوت احنا شاهدناه حتى على معدلات التداول لم تتجاوز 300 مليون في بعض الجلسات، على خلاف ما كان موجود في بدايه الاسبوع. فانا يعني هو الامور كلها اللي هترسم الاتجاه خلال الفتره القادمه حجم المعلومات اللي هتكون متاحه لمعظم المتداولين ومعظم المستثمرين، لان دايما هناك فرق. يعني احنا ليه دايما بنلاقي ان المحافظ الاجنبيه هي اللي بتقود السوق وهي اللي بتقود المؤشر للارتفاع، بالرغم ان هم حجم السيوله وحجم نسب التملك بتاعتهم في السوق ليست بنفس الحجم المؤسسات المحليه او الافراد القطريين، لكن هو بيقدر ياثر بما يقارب 20% من حجم التداول اللي بيتم في السوق، بيقدر ياثر في المؤشر ويقدر يحركه، لان دايما هو بيملك المعلومه، بيملك الكاش، وليه رؤيه بتبقى مختلفه دايما. يعني احنا على سبيل المثال خلال هذا الشهر السابق تقريبا المحافظ الاجنبيه ضخ في السوق القطري ما يقارب مليار ريال قطري، وهيلاقي على الناحيه الثانيه الافراد القطريين قاموا بعمليات بيع قويه جدا، فبالتالي لم يحظوا بنفس عمليه الارتفاع دي، لم يحققوا منها نفس الارباح اللي حققها المحافظ الاجنبيه، او لم يستفيدوا بعمليه الارتفاع دي. والراجع في الامر ده كله ان حجم المعلومات المتاحه لكلا الطرفين ليس متساوي، هناك طرف يملك معلومه وبناء عليه بيتداول بناء عن تحاليل، بناء عن ارقام متاحه ليه. نفس الموضوع حصل في الام اس سي اي في بدايه دخوله، احنا شاهدنا ان هم كان لديهم الامر جديد بالنسبه للسوق القطري، المحافظ الاجنبيه والصناديق التابعه للمؤسسات العالميه دي كلها اوريدي هم الموضوع بالنسبه ليهم ليس بجديد، فهم عارفين اليه العمل بتاعته بتكون ازاي واليه التنفيذ، فكان قدر يستفيد ويحقق ارباح جيده جدا من السوق القطري، على خلاف الافراد. احنا شاهدنا ان في بدايه الصعود كان الافراد يعني من 10000 الان حتى ال 11000 المحافظ او الافراد القطريين بالاخص وبيتبعهم بعد ذلك المؤسسات المحليه بيقوموا دايما في معظم الجلسات بيطلعوا بسيوله سالبه ان هم بايعين، فبالتالي في فرص ربح كتيره جدا عدتهم نتيجه ان هو لا يملك المعلومه، لان هو الافراد في النهايه المعلومه بتاعته بيتلقاها من البورصه، فبالتالي لما تكون البورصه لم تعلن عن هذا الامر ولم تتيح له هذه المعلومه، فبالتالي لم يكن هناك نفس الفرصه متساويه لجميع الاطراف، لان الطرف الثاني لدي المعلومه نعم. من جهات اخرى كثير نعم. كرويترز بلومبرج، فبالتالي يعني احنا ندعو البورصه انها صراحه تنوع عن هذا الامر او تعرف المستثمرين ان في ابجريد بيتم نعم. او في بعض الاسهم اللي هتخش او الاوزان او حجم السيوله، موعد على الاقل ان يكون الموعد محدد، لان حتى في السوق الان ابتدت في تضارب في المواعيد، هناك من يتحدث نهايه الشهر، هناك من يتحدث في منتصف الشهر برغم ان منتصف الشهر هيكون اجازه العيد، هناك من يتحدث عن حجم سيوله 550 مليون دولار، هناك من يتحدث عن 450 نعم. فالامور ليست واضحه، فالضبابيه هذه بتخلق حاله من حالات الارتباك لدى المستثمر في السوق ما يقدرش يبني عليها قرار واضح وصريح في السوق. نعم، اذا سيد احمد ماهر المحلل المالي في شركه نماء للاستشارات الاقتصاديه كنت معنا من الدوحه، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سوف نعرج على أخبار الإمارات، لكن بعد أن نأخذكم في هذا الفاصل.
هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. إذن ارتفعت أرباح العربية للطيران في النصف الأول من العام الحالي بنحو 3.5% على أساس سنوي لتصل إلى 245 مليون درهم، كما ارتفعت إيرادات الشركة في النصف الأول من العام الحالي بنحو 4.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.840 مليار درهم. دائما في أخبار الشركات الإماراتية، كشفت شركة طاقة الإماراتية عن نيتها العودة إلى سوق السندات في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل 2017، وبهدف إعادة تمويل ديون مستحقة للشركة، كما أشارت أيضا إلى نجاحها في تخفيض التكاليف النقدية والنفقات الرأسمالية بنحو 6.5 مليار درهم خلال 18 شهرا الأخيرة، مؤكدة على تمكنها من المحافظة على معدلات إنتاج النفط والغاز وزيادة إنتاج الكهرباء على الرغم من عملية التخفيض. وبهذا سنختم هذه الجولة من مسار السوق. كان اليوم المسار أحمر، تحياتي وزميلتي حفيظة البشاري. الفريق العامل في هذا البرنامج منتج هذه الجولة حازم الشيخ ومخرجها عمرو البطارسة، والفريق العامل في هذا البرنامج. ونترككم الآن مع دانا غاز، هذه الشركة الإماراتية التي تمكنت من المحافظة على أرباحها في الربع الثاني من هذا العام عند مستويات 26 مليون درهم. نتابع. إذن فيما يتعلق بنتائج الشركات التي تختص في قطاع النفط والغاز، تراجع الأسعار في هذين المجالين طبعا ما يزالان يضغطان على نتائج أعمال هذه الشركات. فيما يختص بدانا غاز، كان هناك نوع من الاستقرار على مستوى النتائج الربعية في 2016، يعني تقريبا تقارب المستويات ما بين الربع الأول والربع الثاني في 2016، ولكن كان هناك تراجع في الإيرادات عن الفترة المقابلة من العام الماضي. كيف تطور الإيرادات؟ يبدو أن الربع الثاني من 2015 حمل هذه الإيرادات الأقوى فيما تلاه من أرباح، ووصلنا إلى أرقام إلى حدود 425 مليون درهم، لكن نتائج الربع الثاني من 2016 وصلت إلى 351 مليون درهم، لكن تبقى هذه الإيرادات أحسن بقليل مما تم تحقيقه في الربع الأول من 2016. على مستوى تطور الأرباح، بالعكس، كانت أرباح الربع الرابع من 2015 قد سجلت مكاسب إلى 487 مليون درهم، على عكس الخسائر التي رأيناها في الربع الثالث من 2015. ولكن على مستوى الربع الثاني هناك إذن تقارب في أرقام الربع الثاني والربع الأول إلى 25 مليون درهم، أو بحدود 7 ملايين دولار. بالنسبة للإيرادات، هذا البند أيضا سجل تراجعات، لأنه كان هناك تراجع في أسعار المواد الهيدروكربونية، التراجع بحدود 23% بالمقارنة النصفية طبعا بين 2015 و2016، وتنازل عن منطقة قوية من الإيرادات عندما كانت في الفترة المقابلة 847 مليون درهم، تحولها إلى 652 مليون درهم. بالنسبة للأرباح، كان هناك أيضا تغير في الأرباح النصف سنوية، استقرار في الربعية، ولكن أيضا تغير في الأرباح النصف سنوية، التراجع ب 30% إلى حدود 48 مليون درهم، بعد أن كانت 69 مليون درهم في الفترة المقابلة. حجم الإنتاج بالنسبة لدانا غاز، طبعا للإنتاج الأقوى يأتيها من مصر، لذلك أيضا تنتظر مستحقات قوية من هذه الدولة. يأتي الإنتاج الأقوى في الترتيب الثاني من إقليم كردستان، وأيضا إنتاج أقل الأقل هو من دولة الإمارات. لكن بند المستحقات المالية، كانت هناك إذن بعض المبالغ المستلمة لدانا غاز في الربع الثاني من هذا
العام، يعني حتى نهاية النصف الأول من هذا العام على سبيل المثال. إذن مجموع ما استلمته من مبالغ من كل الدول التي تشتغل فيها كانت كمبالغ مستحقة بحدود 99 مليون دولار، ولكن على مستوى مصر ما تنتظره إذن من مبالغ مستحقة كان بحدود 843 مليون درهم. ما استلمته إذن حتى نهاية النصف الأول كانت بحدود 49 مليون دولار من مصر. بالنسبة لكردستان العراق مبالغ قوية، نتحدث عن ما فوق المليارين و600 مليون درهم، هي استلمت بحدود 42 مليون دولار إذن من كردستان العراق. بالإمارات إذن مجموع ما تم ما هو يعني ما تطالب به الشركة هو قليل للغاية. إذن كما ذكرنا الاستلام في أو المبالغ التي استلمتها كانت بحدود 99 مليون دولار. ما تزال هذه الشركة تنتظر مبالغ تتفوق على 3.5 مليارات المليار درهم. العوامل المؤثرة بأرباح هذه الشركة انخفاض أسعار النفط بطبيعة الأحوال، إضافة للمخصصات والمكاسب من إعادة شراء صكوك وهو كان قد أثر على نتائج أعمالها، إضافة إلى رفع ارتفاع حجم الإنتاج في مصر وهو كلفها أيضا مصاريف تشغيلية. بالنسبة لضبط المصاريف الإجمالية وهي التي تحاول منذ فترة هذه الشركة أن تعتمدها بالنسبة لسياسة إعادة الهيكلة تواكبا مع هذه التراجعات في أسعار النفط. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة.